طبعا احنا نعرف ان صحه الاطفال المراهقين لا تتحقق فقط من خلال المرافق الصحيه، تقريبا يمكن 15 ل 20% من الصحه تتحقق من خلال المرافق الصحيه او المرافق الصحيه، و 80% من خلال البيئات الاخرى اللي يتعرض لها الطفل من البيئات الفيزيائيه مثل جوده الهواء، الماء، الغذاء، المساحات الخضراء، البيئه الاجتماعيه والبيئه النفسيه والسلوكيه. فالبيئات الفيزيائيه المستدامه توفر فرص جيده او فرص مثاليه أو تحفز الفرص المثالية للأطفال المراهقين في البيئات هذه اللي هو الطفل يتفاعل معها، وبالتالي يكمل لنا 80% من الفاكتورز أو العوامل اللي تأثر على الصحة. العلاقة بين الطفل السليم والمتعلم والطفل الآمن والبيئة المستدامة علاقة ذو اتجاهين. فالطفل السليم المتعلم اللي يحتاج إلى بيئة مستدامة، والبيئة المستدامة تبنى من خلال الأطفال المتعلمين الآمنين والسليمين صحياً. المهم جداً أن يكونون معنا في اتخاذ القرارات وناخذ بآرائهم، لأن أهم الجيل المستقبل وأهم اللي بيديرون البيئات هذه ويبنونها، فلازم يكون عندهم المهارات ويكونون قادرين في التعامل مع البيئات المستقبلية.